كابوس الكورونا يداعبنا في أوقات كثيرة. يعني التوقيت اللي هو بتبقى في آخر السنة، فاكرين طبعا كورونا جه في آخر سنة وبداية سنة، بداية الشتاء قوي طبعا، احنا يومين تلاتة وحنبقى في بداية الشتاء. والأهم من كده بقى الظواهر اللي هو تسمع أصله في حاجة كده موجودة في بريطانيا، يعني برد شديد شوية، ممكن يبقى بيتحور بسرعة وممكن العدوى فيه تبقى كلام زي ده بقى ابتدي انا اتوجس خيفة، ابتدي اقول لا، ما هو هي قبل كده شفناها بنفس الطريقة ونفس الحكاية، ما بحبش انا البدايات دي ولا الشكل ده. الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة السابق، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا عمرو، بيوزع حضرتك وزع المشاهدين كلهم. الكلام اللي في بريطانيا ده عن متحور جديد والعدوى بتاعته شديدة وشبه الكورونا والكلام ده، اخباره ايه؟ خلينا نقول ان طبعا اي ظاهرة بتظهر في اي مكان في العالم احنا كلنا بنتابعها وبنتابعها بدقة، لكن خلينا نقول ان احنا اللي قالت عليه كل المنظمات العالمية ومنظمة الصحة العالمية وقالت عنه يعني وزارة الصحة في مصر عن طريق المتحدث الرسمي وزارة الصحة، ان لوحظ ان في زيادة في الحالات لكورونا وظهر بعض المتحور الجديد في لكورونا. لكن خلينا نقول ايه هي الشواهد الاساسية اللي ظهرتها منظمة الصحة العالمية علشان نكون حذرين وما يكونش عندنا نوع من الهلع. عند حضرتك يعني انا سعيد جدا بمقدمة حضرتك قلتها، ان احنا لازم يكون عندنا نوع من الحذر دائما في تغير الفصول وفي بداية فصل الشتاء، ان ده الموسم بتاع نشاط كل الفيروسات التنفسية من انفلونزا لريسبيرتوري فيروس للكورونا اللي مجرد ما ظهرت هتلاقيها موجوده معانا وهتلاقيها تتحور وهتلاقينا عندنا نوع من الحذر منها. لكن المشاهد ان احنا مع كل متحور لا تظهر شده في الاعراض، فخلينا نقول الكلمه اللي حضرتك قلتها ان في شده، لا ما فيش شده لكن في انتشار. هذا الانتشار منطقي في هذا الوقت من العام اللي اتقال برضو على المتحور هذا، لانه لم يتم رصده داخل جمهوريه مصر العربيه، لكن احنا كلامنا كله عن ما نشرته المجلات العلمية او المنظمات الصحة العالمية، ان هذا متحول سريع الانتشار، مظاهره هي المظاهر العادية اللي ظهرت في المتحولات السابقة، ما فيش فيها شدة، يعني لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، لا يؤدي الى ضيق في التنفس، لا يؤدي الى نقص اكسجين او دخول المستشفيات او العناية المركزة، لكن انتشاره اسرع. الناس اللي خدت اللقاحات ما قبل 20 يعني انتشاره اسرع من ايه؟ اسرع انتشاره اسرع من كورونا ولا اسرع بشكل عام سريع؟ يعني هو متحول كورونا فهو نفسه كورونا، لكن اسرع من المتحولات السابقه لكورونا، يعني معدل الاصابه دايما احنا بنسميه يعني انت عايز تقول لي ان اللي موجود في بريطانيا ده كورونا بلس، كورونا جديد؟ يعني هو نفسه متحول من فيروس كورونا لكن مختلف في شكله الخارجي علشان يهرب من مناعه. احنا دايما بنقول اذا كنا احنا بنحارب الفيروسات بالادويه باجراءاتنا الاحترازيه، والفيروس بيحاول انه يبقى بان هو بيغير في شكله او في طباعه عشان يهرب من المناعه اللي احنا كسبناها سواء من التطعيمات او نتيجه اصاباتنا السابقه، فهو بيحاول انه يهرب بتغير شكله. لكن في مثال احنا في عيله من عائلات كورونا متحول من متحولات فيروس كورونا اللي اسرع في انتشاره من المتحولات السابقه، يعني المريض اذا كان بيصيب في متحول مثلا ألفا 4 وفي متحول دلتا كان بياخد 5 كويس، وفي متحول اوميكرون بياخد 7، هو انا المريض ممكن يصيب 9 من اللي حواليه. دايما عندنا في مقوله طبيه عشان الناس تبقى في المقوله الطبيه احنا دايما بنقول احنا لا هو مش شديد، فمعنى كلمه شديد بالنسبه للاطباء ان هو لا يؤدي الى ضيق في التنفس او فشل تنفسي او صعوبه في التنفس او نقص اكسجين، لكن خلينا نقول ان اعراضه على المريض ما بتبقاش ظريفه، يعني المريض بيصيب بحمى لمده 48 ساعه، في تكسير في الجسم، في حالات من الفاتيجابيليتي او الارهاق البدني الشديد، في الام في الجسم كلها، في احتقان في الحلق، في صعوبه في البلع. دي الاعراض، اعراض ليست ببسيطه على المريض. هل ده ينفع نروح ناخد تاني لقاحات الكورونا؟ خلينا نقول ان احنا مجال اللقاحات دائما في مجال في تطور،
اذا كنا هناخد لقاحات الكورونا هناخد لقاحات اللي تم تطويرها حديثا عشان تشمل هذه المتحولات، فدي اهم جزئيه. انا بكلمك عشان اخد منك كلام رسمي علمي، هل رصدتوا متحور جديد في مصر؟ يعني قبل الإجابة على هذا السؤال خليني أدي لحضرتك كلام عيني رسمي واضح مبني على الدليل العلمي. برضه في شهر 5/2023 منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء وباء الكورونا كطارئ عالمي. ده كان مبني على إيه؟ ده مبني على إنه معدل الوفيات قل، معدل الاحتياج لدخول المستشفيات قل، معدل الاحتياج لدخول العنايات المركزة قال. وقالت نصا كده انه الوقت قد حان للانتقال الى مرحله الاداره طويله الامد للتعامل مع فيروس كورونا. بمعنى معنى الكلام ده ايه ببساطه؟ انه فيروس كورونا اصبح واحدا من الفيروسات التنفسيه التي تصيب الجهاز التنفسي زيها زي الانفلونزا، زي البارا انفلونزا، زي الادينو فيروس، زي الابشتان فيروس، زي الفيروس المخلاوي اللي كنا بنتكلم عنه السنه اللي فاتت لو حضرتك فاكر. وبالتالي في فصل الشتاء معتاد أن يزداد نشاطات الفيروسات التنفسية بشكل عام. ولو حضرتك رجعنا للسنة اللي فاتت في نفس التوقيت هتلاقي حضرتك برضو كان عندك نفس الاتصالات ونفس التساؤلات إنه الناس بقى عندها أدوار إصابة بالجهاز التنفسي أكثر من المعتاد في الفترات اللي قبل كده. إذا في هذا الوقت من العام تزداد معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية على مستوى العالم وفي مصر أيضا كدولة من دول العالم. ولكن ما هو واضح وملاحظ بشكل واضح جدا ودقيق إنه هذه الزيادة اللي احنا مقررين بها وقلناها في وزارة الصحة لا تختلف ولا تزيد عن الزيادة اللي كانت السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل. وبالتالي فمعدلات الزيادة خلال آخر 4 سنين ما زالت ثابت. طيب الكورونا هو في ظهر متحور جديد، المتحور ده يمتاز بأنه أكثر انتشارا من المتحورات السابقة وهو أحد المتحورات الفرعية للأوميكرون. لكن هل ده خرجنا من القاعدة العامة إن هو فيروس تنفسي زي غيره؟ لا ما خرجناش، ما زلنا نتعامل معه على أنه أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي زيه زي الإنفلونزا. وبالتالي ما زالت النصائح العامة التي تقدمها وزارة الصحة المصرية لكل الناس لتجنب الإصابة بالفيروسات التنفسية اللي من ضمنها الكورونا بمتحوراته، الحرص على التطهير المستمر للأيدي والأسطح، زيادة المناعة من خلال التغذية الجيدة، التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن ضيقة سيئة التهوية في حالة لو حد عنده إصابة تنفسية يبقى ينصح له باستخدام الكمامة. لو أنا موجود في مكان ضيق ومزدحم وسيء التهوية ارتداء الكمامة ده سلوك صحي عموما مع الكورونا ومع غيرها. حضراتكم فاكرين احنا جبنا المتحدث باسم وزارة الصحة علشان يكلمنا على المتحور الجديد من كورونا، والسيد المتحدث قال لنا لا مش شايفين حاجة، مش رصدين حاجة، أول ما نرصد هنقول لكم. معلش حضراتكم عارفين أنا يعني مواطن عندي شوية قلق في الحاجات دي. من 2-3 ساعات منظمة الصحة العالمية قررت إنه المتحور الجديد ده رفعوه درجة شوية، بقى حاجة اسمها مثير للاهتمام. يعني هو ما كانش مثير للاهتمام الأسبوع اللي فات، إنما دلوقتي ابتدوا يبقى مثير للاهتمام. إحنا كنا موجودين في الحتة دي قبل كده في نفس الوقت ده، ولذلك أنا بقول لحضراتكم لو سمحتم خدوا بالكم. أنا هو ما بقولش معلومات ولا بقول إن المتحور ده عندنا، إنما أنا بقول بقى معلومة علمية عالمية إنه قرروا إنه يرفعوا تصنيف متحور كورونا الجديد إلى مثير للاهتمام. مثير للاهتمام ده يعني ايه؟ يعني في اشياء حدثت من شأنها تخليهم ينتبهوا. وعلى فكرة انا ما بثقش في الراجل ده، يعني الراجل بتاع منظمة الصحة العالمية ده انا ما بثقش فيه، قبل كده ودى الدنيا كلها في داهية. فيعني لا اريد، وطبعا هم
أو variant of interest، يعني متحور مثير للاهتمام. يعني الفاريانت ده والمتحور ده احنا شايفينه حاجة نبص لها، فبما انهم هيبصوا لها انا مش بنقل الاخبار غلط، اهو انا بنقل الخبر في إمكانية. ولذلك ارجع تاني واقول لحضراتكم خدوا بالكم، لانه انا شايف، وهذا ليس بحثا علميا ولا رؤية علمية ولا حاجة، ولكن من الكلام مع الدكاترة، من الكلام مع الناس، انا شايف اصابات مش بالمتحور المثير للاهتمام، يعني مش بقول كده، ولكن الاصابات اللي بشوفها متشتحة متبهدلة، وهي تماثل اصابات كثيرة لهذا المتحول. اظن بيسموه جي ان ون ولا ان جي ون، واتفر وريفر ونيفر، ايا كان اسمه وائل او تامر، انا مش ده اللي واقف عنده، انا بس بقول لحضراتكم ان الوقاية خير من العلاج. حضرتك لما حد يجيله هذا الامر خد بالك في البيت، لانه بيقولوا عليه متفجر الانتشار. انت سمع التعبير عامل ازاي؟ انا ما بقولش انه في مصر، عشان انا عارف كميتنا وعمرو اديب يقصد ايه جايب لا انا جايب المعلومه من منظمه الصحه العالميه، قالت لك ابتدى يبقى مثير للاهتمام. مثير للاهتمام اهو جي ان 1، 50% من الحالات اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، هو في امريكا مش عندنا. وانا عارف انه في مصر ما عندهمش مشكله، انه لو بقى عندنا هيقولوا، لان دي ما فيهاش كسوف، انت ما بتعملش حاجه، اصل هو ديتها ايه؟ مواطن جاي من الطياره ينزل يعتصلوا عطستين، الدنيا تبقى حلويات يا حلويات يا شربطات. فانا من اول ما ابتدوا الاخوه في الصين يقولوا النبي محدش يقلق، واحد، اتنين، ابتدى يجي لهم اطفال كتير عندهم التهابات في الجزء الاعلى من الجسم، اتنين، لما الانجليز ابتدوا يقولوا احنا عندنا حاجة مش عارفينها بس جامدة قوي وقوية، تلاتة، لما النهاردة المنظمة الصحة العالمية وهذه معلومات رسمية يعني تقول هذا الامر، اربعة، فاللي ما يشوفش من المنخل يبقى اعمى. يعني انا شايف ان في شيء يجب نبقى في التشكير، يعني ناخد بالنا. الناس زعلت مني اول امبارح وانا فاكر الجمله دي قلتها اول الكورونا، بلاش بوس، عايزين نرجع تاني، لان احنا رجعنا لمدرسه اي اتنين ستات او اي اتنين رجاله اما يقابلوا بعض يحضنوا ويبوسوا، كان هذه العاده، وعلى فكره هذا الامر هام، كانت ماتت، محدش بيقرب من التاني، حتى ما بيسلمش. طب وماله؟ ما نرجع تاني من بعيد لبعيد، المحبة والصداقة وكل حاجة، هاي السلام عليكم، حاجات عظيمة وهايلة ايه وبسيطة. بلاش الحضن، بلاش البوس، لانه هو طبعا ما بيوصلش للمستشفى، او جايز بيوصل مش قاتل، او جايز يبقى، انما الاكادة انه بيتعالج في البيت، يعني الناس كلها بتتعالج في البيت، والحمد لله هذه الدولة من ضمن انجازاتها العظيمة والعبقرية انه بقى عندها وفرة في ادوية هذه المسألة، وبقى عندها مصانع للقاح، مصر عندها مصانع للقاح. فانا بس عايزكم تاخدوا بالكم، لانه كمان بيشتح العيال، الاطفال بيضربهم 3 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين. انتوا فاكرين اخينا اللي فات ده ما كانش بيقرب للاطفال قوي، اطفال يعني كانوا عندهم نوع من انواع المناعه الربانيه، وكان يبقى حامل للفيروس، بفكركم بس، وينقل للكبار، انما الان
بيتضربوا الضربه اللي الكبير بيتضربها، بيتعبوا وبهدلوا. وعلى فكره انا ما بقولش في مصر، انا بقول بره، اللي بيرجع اللي بيجي لهم بره ده في صفه غريبه جدا، انه بعد ما تخف منه مثلا اسبوع 10 ايام بتقعد بكحه او عرض تنفسي شهور بعد كده، تقعد شهرين عندك كحه، سواء كانت ناشفه او غير ناشفه غير جافه، فبيطول اعراضه بتقعد بعد كده. بره بيتكلموا عن الموضوع ده، بره واضحين جدا قالوا للناس على فكره موجود، ما حدش يدينا، عندنا اللقاح الجديد، عايز خلي بالك. والسيد المتحدث باسم وزاره الصحه امبارح كان يعني حريصا وعلميا لما قال الناس اللي عندها امراض مزمنه تاخد بالها، لانه طبعا اللي عنده مرض مزمن ده ضغط سكر انواع من الاورام والى اخره، هو المناعه بتاعته ليست جيده والمقاومه بتاعته ضعيفه، فيبقى ناخد بالنا. انا بس بقول لحضراتكم اهو ان احنا ناخد بالنا، وان شاء الله كل حاجه تبقى بخير، واللي فاتت عدت على مصر بخير الحمد لله، مصر تصدت وقدرت تقف وعدت هذا الامر، وما كانش عندنا مشاكل مستشفيات زي الباقيين. بس قلبي يحدثني شرا من الاخبار اللي بشوفها بره، يحدثني شرا، ده قلبي وليس عقلي. يعني كل ما أرى كلما قرأت أخبارا زي دي مثلا في ولاية نيويورك ولاية نيوجيرسي، وطبعا أنه بيتكلموا على أنها وصلة ل 44% من الإصابات بالمتحور ده، الناس ديت شافت المر، ولذلك اللي بيتلسع من الكورونا ينفخ في الان جي 1 أو الجي ان 1، بكره نحفظ اسمه يعني ان شاء الله، سواء كان جي ان او ان جي واتيفر، هنحفظ اسمه ونبقى عارفينه كويس. انا بكرر الكلام اللي قالوه الدكاتره، احنا في الاسبوع اللي فات ده احنا مستضيفين مصدرين، مصدر رسمي ومصدر طبي محترم اللي هو الدكتور حسام حسني، الاثنين بيتكلموا على اننا ناخد بالنا الاكل الصحي، و الاثنين ركزوا على موضوع مهم جدا اللي هو التهويه. هووا الاماكن، هووا البيوت، هووا الغرف، علشان الفيروسات ديت ما تقعدش جوه البيت وتصيب عدد كبير من الناس. هو تقيل ودمه تقيل، يعني الناس اللي بيجي لها، انا ما اعرفش الناس اللي حواليا اللي بيجي لها ده جي ان ولا مش جي ان، لكن الدور اللي احنا يعني نتعرف ان احنا بنسميه الدور، الدور بتاع السنه دي تقيل قوي، واحنا في اعلى مراحله دلوقتي، يعني اللي هيجيله دلوقتي، فتاخد بقى معاك ديسمبر يناير حته من فبراير، فممكن يكون في الاشياء دي. انا بس حابب ان انا اقول لحضراتكم خلوا بالكم من العيال بتصاب بالدور، انا ما اعرفش ده ايه، انما هو الدور، انما بره يتحدثون بقى على الجي ان 1 ده، يعني بره بيتكلموا ان عندهم حاجه اسمها كده، بما انه بره ممكن يجي جوه بسهوله شديده جدا. الناس مسافره في الاجازات الفتره اللي جايه ديت، حد رايح فرنسا، حد رايح انجلترا، حد رايح امريكا، حد رايح اي بلد في العالم، بتختلط بالناس تاخده وترجع بيه وتجيبه عادي جدا. هذا الامر لم يعد مرعبا يا جماعه، ولكن انا بحاول بس اقول لكم تاخدوا بالكم علشان بايخ متعب ثقيل، يعني دي حكايه.